السلام عليكم خوتي، السلام عليكم خواتاتي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بداية التصفيات طوب كما قال كول جمال بالماضي، بداية التصفيات بأداء إيجابي بنتيجة إيجابية. حققنا من المباراة الأهم والمهم وكما سميتها حبيت، ربحنا ما شاء الله بالأداء والنتيجة. عاونتنا خروج اللاعب هذاك بالبطاقة الحمراء في بداية أطوار الشوط الأول، لكن أداء الفريق الوطني كان عالي عالي بزاف على منتخب جيبوتي. حتى منتخب جيبوتي الهدف تاعهم أنهم ما يخسروش بنتيجة عريضة، خسروا بزاف، خسروا بسبعة، خسروا بثمانية، خسروا بخمسة. أناش نقلوا من أداء المنتخب الوطني، المنتخب الوطني كان في المستوى. والحاجة المليحة أنك تبدأ التصفيات ولا تبدأ طريق التصفيات وطريق المونديال بإذن الله يا ربي إن شاء الله، تبداها بمنتخب في هذا يعني تقريبا مقابلة تحضيرية ماشي تنقيصا من الخصم، لكن كي تبدا التصفيات بهذه تدي شوف تربح الماتش، اهداف بزاف، تحقيق ارقام، ارقام فردية، ارقام جماعية، يعني بالمقابلة الجاية تروح كيما حنا نقولوا عندك هذيك الفرحة، عندك بزاف صوالح، ما تروحش مقلق ستريس، عندك نقاط في الجيب ان شاء الله، 6 نقاط قدام بوركينا فاسو. يعني الحاجة اللي مليحة واللي خدمتنا ان بدينا التصفيات بفريق سهل. مقابلة بوركينا فاسو عندها حسابات، عندها والحاجة اللي مليحة بدون جمهور غادي تخدمنا اكثر. لهذا حنا نهضروا على المقابلة تاع اليوم، مقابلة تاع اليوم خاوتي حققنا بها المهم والأهم، المهم والأهم، المهم الفوز بالمقابلة، والأهم عدد الأهداف وغيرها من الأمور، ربما حسابات يكون عندنا الأهداف زيادة وهذه الأمور. لكن إن شاء الله بربي غادي نتأهلوا، غادي نتأهلوا إن شاء الله ربعة لي ماتش هذو سبتمبر أكتوبر، غادي كيما نقول لك ندوهم إن شاء الله في ربعة بإذن الله. المهم جمال بالماضي جمال بالماضي والخيارات تاعو، انا شحال مرة نقول الخيارات كوتش جمال بالماضي ما تناقش، علاه ما عدناش ولا ما كاش واحد مؤهل باش ينتقد كوتش جمال بالماضي حاليا. كاين بعض اللاعبين لكن بعد عد التحليل بين اللاعبين القدامى اللي داين متوجين بكأس افريقيا ولا اللي مشاركين في نسخات كأس العالم، لكن بعدوا على التحليل، ما عندهم ثقافه التحليل، ما كملوش الدراسه تاعهم، ما واكبوش مشاره صاري في الكره الحديثه. لهذا نقد جمال بالماضي ولا نقد الخيارات تاعو ضرب من الجنون. واحد كي يهبل يروح ينتقد خيارات الكوت جمال بالماضي او الطريقه اللي يلعب بها او لماذا. جمال بالماضي هدف تاعو هو الفوز، الهدف المسطر هو الفوز، الفوز مقابله ربما يحق يدير هدف بعيد، لكن أهم من الهدف هي المقابلة تاع اللي لعبها اليوم. كل هذا شفناه ورانا ندرسو فيه من المقابلة مع الكوت جمال بالماضي. كي يجي واحد ينتقد لك الخيارات وعلى ما عيطلش فلان، واحد دار لقطة على ما جاباش، واحد خلو خيارات الكوت جمال بالماضي لجمال بالماضي. نروحو مقابلة جيبوتي، جيبوتي كيما قلت لكم خاوتي راهم واقفين يخسروا بالسبعة والستة والواسمو، حتى رئيس الاتحاد تاعو كبالك كيما كنتو تسمعوا في المعلق قال رانا جايين نركزو باش ما نخسروش بزاف. حنا اللي يهمنا ماشي جيبوتي، يهمنا اللقاء، اداء اللاعبين، خرجنا بدون اصابات وهذه حاجة ممتازة. والحاجة كيما قلت لكم خاوتي هي الكارطة الصفراء اللي داها جمال بن عمري. الاهداف شفنا كذلك ايجابيات كثيرة، اهداف كثيرة، اداء لاعب ما كانش كيما حنا نقولوا سريع سريع سريع، لكن كان في المستوى. شفنا البالون دور بين لاعبي المنتخب الوطني الجزائري، شفنا كذلك من اهم العناصر هي التقاء زروقي وبالناصر وعده امور. شفنا كذلك لما نلعبوا دو افون سونتر ولا يتبادلوا المناصب ما بين بونجاح وكذلك اسلام سليماني سوبر سليماني. شفنا كذلك بلالي وجمال بن عمري اللي عندهم نقص في المنافسه ومازال ما يدخلوا في اطوال المنافسه، حاجه مليحه يرفدوا كرعيهم في هذه المقابله للمقابله الجايه. شفنا كذلك ليرون بلاس ودخول ادم زرقان، سبحان الله كنا محاصلين في لي ميليو عشاء عندنا كل خطره يخرج لنا لاعب في وسط الميدان. شفنا بدران، شفنا عده لاعبين، شفنا دخول بوداوي، شفنا يعني اطوار اللقاء، يعني المقابله كحد ذاتها خاوتي ما عندكش تهدر فيها. علاه؟ المنتخب الوطني اول لعب ضد 10 منتخب ليس بالقوي باش ما نقولوش ضعيف خاوتي، طبق
حصة تمرينية أو حصة تدريبية أثناء مقابلة رسمية، والأهم في هذه المقابلات خاوتي هو الفوز وعدد النقاط وعدد الأهداف. هذا التحليل، أما تحليل المقابلة من حيث الأداء والاختيارات التكتيكية وكل هذه الأمور، هنا قلت لكم خاوتي الكوتش جمال بلماضي من ما تيكش نقصة في الخيارات تاعه. بالك تتبالك خاطش عليه، كان اللي يقول لك لماذا ما يعيطش لفلان ولفلان. طريقة اللعب وطريقة كيما حنا نقولوا الكوتش في رؤية اللعب تختلف على الغير، تختلف عليا، تختلف على المدرب الفلاني، تختلف على مش عارف انا. كل واحد يشوف بالماضي اللي يشوفه بالك يشوفه يسحقه، قادر غوارديولا يشوفه ما يسحقهش، نكون نحطوهم في نفس المرتبة. بالماضي يقول هذا جوان نسحقه، الاخر يقول لك لا ما نسحقهش. كل واحد طريقه والفيلوزوفيه تاعو الفلسفه تاعو في اللعب، وكل واحد كيف يخمم، وكل واحد كيف يبني المنظومه تاعو، سواء دفاعيه سواء في وسط الميدان سواء هجوميه، كل واحد عنده العناصر اللي تلعب معاه. هذا هو الكوتش. والكوتش جمال بالماضي كي يشوف الواحد يعرف اسكو يسحق ولا لا. رانا نشوفه في عمليه تجديد بلا ما نحسو راه يجدد. كي تشوف تزروقي، تشوف الناصر، تشوف زرقان، تشوف بوداوي، تشوف حتى يا ربي مادام مازال ان شاء الله ادم الناس، تشوف بالرحمه، تشوف يعني عندنا فريق سما شاب، فريق شاب قادر تستغلو منه 5 سنين 6 سنين فاصل 6 سنين 7 سنين بالمسك. هذا هو الكوتش جمال بالماضي. المقابله تاع اليوم خاوتي كيما شفنا، كيما قلت لكم خاوتي ما تيقش تهضر عليها. علاه؟ لان السيطره كانت للمنتخب الوطني الجزائري، الاهداف للمنتخب الوطني، مبولحي تقريبا ما بانش، الاداء سليماني ما شاء الله ما شاء الله على الحق، نسبه اهداف اللي ما تحطمتش في 20 سنه يعني راه بالتساوي مع عبد الحفيظ تصفوت، حاجه ما شاء الله. وان شاء الله كونتر بوركينا فاسو يزيد يثبت ويزيد يماركي باذن الله، يفوت تصفوت ويزيد يعلي البره اللي جاي موراه. كل هذه الارقام حققناها في هذه المقابله، مقابله خاوتي جيده ممتازه للمنتخب الوطني الجزائري. اداء واسمو لضعف الفريق ولا لمحدوديه فريق جيبوتي ما تيقش تقيم المنتخب الوطني الجزائري في التصفيات. بدينا كحصه تدريبيه، بدينا كحصه تدريبيه، يعني نقول لكم النتيجه ايجابيه جدا، الاداء ممتاز. بالنسبه للاعبين تاعنا خاطر تكون تحاسب الخصم، الخصم اوت يعني تقريبا ما عندوش هجمه على المنتخب الوطني الجزائري، ولا هجمه ما عندوش، تقريبا ما عندوش هجمه بمعنى الهجمه، هدف محقق مكاش. هذه الحاجه اللي نهضر لكم عليها، يعني نهضر بالنسبه للفريق الثاني. اما المنتخب الثاني ادى لي عليه، لعب كره نظيفه، لعب كذلك بحسب الامكانيات، ما بغاش يدخل في كيما حنا نقولوا باش ما يتبليساوش ارضيه الملعب كذا كذا، بزاف امور. سهوله لادفيرسير خاوتي نساتنا في كيما حنا نقولوا ارضيه الميدان. لو جا فريق خاوتي صعب الميراس وجا فريق يلعب بال كيما حنا نقولوا البنيه الجسمانيه والتدخلات الفرديه والالتهامات وكذا وكذا وبالقوه، كنا ننغبنوا. لكن الحمد لله جا فريق دون المستوى، ولا باش نقولوا ما نقولوش ضعيف، هو ضعيف خاوتي، لكن هذا سهل علينا الامور بزاف، سهل علينا الامور بزاف. الحمد لله جا هذا الفريق، والحمد لله كذلك خوتي النتيجة والأهداف. شفنا بونجاح ماركا، شفنا سليماني ماركا، شفنا محرز ماركا، الزروقي الحاجة مليحة كذلك ماركا ودخل في أجواء المنتخب الوطني الجزائري، شفنا رامي بالسبعيني ماركا، شفنا كذلك لي رومبلاسون دخلوا من آدم زرقان بوداوي، دخل بالرحمة ودخل أندي ديلور، يعني حاجة مليحة. جمال بالماضي عنده هدف كذلك بالنسبة لإسلام سليماني، هو تحطيم الرقم القياسي لعبد الحفيظ تصفوت اللي راه في 20 عام ما شاء الله ما تحطمش. كل هذه الأمور تخلينا نطمئنوا على المنتخب الوطني. بداية التصفيات في النظر تاعي خاوتي هي من بوركينا فاسو، من بوركينا فاسو في المغرب، الظروف اللي غادي تكون فماك، كيفاه طريقة اللعب، اسكو يرجع إلى 4-3-3، اسكو يخلي نفس التشكيلة، بزاف أمور. خاطر فغولي
ربما خلاه لمقابلة بوركينا فاسو. نعرف فولي الدور الدفاعي ودوره الهجومي، مشاركته في الهجوم، مشاركته في الدفاع، استرجاع الكرة، حتى لو يلعب 60 أو 70 دقيقة، لكن في المنظومة تاع جمال بالماضي ربما فولي يكون من العناصر الأساسية. زروقي وبن ناصر غادي نشوفهم كذلك بطريقة كي يلعبوا بثلاثة ما يلعبش بزوج، شفناها مع بن ناصر، لكن غادي نشوفوا مع بن ناصر فولي كيف يتفاهموا. سبق له لعب مع فيغولي وأدى مقابلات في المستوى. كي نضاف عليهم خاوتي بن ناصر ونشوفوا، عندنا احتياط ما شاء الله كي تشوف في وسط الميدان، عندنا ثلاثي شاب سواء بالقبلة سواء آدم زرقان بالإضافة إلى بوداوي، وعدنا كذلك في الهجوم الدفاع ما شاء الله الحمد لله، راه عدنا فريق ما شاء الله. نحاولوا نجدوا، ولكن نزيدوا خاوتي موضوع في أرقام المقابلة، الأهداف تاعها، كيف سيلعب بالماضي كونتر بوركينا فاسو وغيرها من الأمور. في مجمل الحمد لله ربحنا، والحمد لله بداية تصفيات بهذا الفوز تسمحنا ندخلوا كما احنا نقولوا رياحية مليحة، خاصة أن المنافس المباشر اللي هو بوركينا فاسو فاز على النيجر ب2-0، يعني الأمور محسومة تقريبا ما بين الجزائر نقولوا 90% أو 80%، بوركينا فاسو نقولوا 30%، يعني وحنا 70%. لهذا إن شاء الله بربي الانتصارات يكونوا في الستة، إن شاء الله بربي، إن شاء الله بربي بإذن الله يكون انتصارات ستة ونخرجوا بأعلى تنقيط، ومن بعد مباراة السد هنا الاجتهاد وتوفيق من الله عز وجل. سلام خاوتي، والملاقات في فيديو آخر. سلام.